بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيتما تنتهي تماتين الغرفة نان داخل تمورت مقر مشطوح سلام ربي ذن في اللون. قالت ذويل تنون دايما تشرعي تيدي تعدين يا الدورث اللون أكيان كما طافوس أربعة تلفزيون أغناو أزديرين إذن تغال دايما غورون أكني أنسقرتش سوالة نون إثيريريث تشرعي من السؤال ذنون إسقسيه ذنون إلتشجعني أنا ذيني معنى أعطتش كديني ذيني معنى ذيني كتجن كل دعمال إستوقف الغاشي إكترفارن تذيب التقيم ذي الفاركة ثم قرآن يعني كن سلام سيد ربي سبحانه وتعالى أغيد يكمل النية أغيد يكمل الإخلاص أغي يقول له أي فرد لاني أغي جن السبع أستنفع العمل الغاشي قوين إذي تدون إذي ذوي التقيم إذي كنت نظن إنفقي الحرمنا الشيخ الدكتور بوعلم جوهري سداويت نفقايت مرحبا يسيك الله يسلمك يا شيخ صايب لا زرمينك نكمل كان اني ندير في الدور تاع قاعد وقيت مثلا عبد القادر كني نقرا ونقرا عبد القادر كني نقرا عبد القادر جاي هنا اميزور اسقسي كان تمثلت الزكاه العاشور هل إلا إثمنت عطر التصبت مثلنا نعم يخدم ثمت أن السنسين خير وإن نظر الله يبارك هل ليلة عشور ثمت أنا شحال السوفة تش كان نجو ثمت نعم ومن بعد لس أسقسي وسين العشور أزمور إنك هل أثن السوفة الزيت ناثن السوفة ذا الزمور يعني شحال السوفة كل ثيكلت الله يبارك إذن يعني أنا الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى أدنيني ثممت زيس الزكاة والزكاة يعني انتممت نصب ينس 40 لتر ما إلا يون يعني جناد أكثر من 40 لتر 40 لتر في سعدة يعني تطفيث الزكاة هذه السفغ العشور وتي السفغ كم زكاة الزروع والثمار وأتي السفغ 5% يعني نصف العشور اشغر خاطر يتنعت ساب في اللاس يتنعت ساب يخدم في غراس يعني المهم بالك في الدواوي المهم يعني ينعت ساب في اللاس اذا هذه السفغ نصف العشور يعني 5% 5% وتي السفغ يبغى ذا سورديا خاطر يبغى تمم تاكنيا يعني ورشددنا راه العلماء يتمثل تا هي يزمر هذه السفغ القيمه ينسى كن يزمر هذه السفغ 4 لتر شحال السفغ مثلا 40 4 لتر 40 لتر تقسيم 20 صافي سنه اللترات سنه اللترات تقسيم 20 ذويني نصف العشور الشيخ العشور تقسيم 10 نصف العشر تقسيم 20 الله يبارك ما الا مثلا يعني 80 لتر على 20 صافي 4 لتر 4 لتر البركه ان شاء الله اي وزمور يا الزيت وزمور ثورا الشيخ يعني الاصل انه الزكاه تسيلي في القيمه مريلي لعقه مريلي لعقه خاطر شوغر خاطر نكني الجهه لنا الشيخ يسكس فاف المعنصره يتساوي الحقيس فاذا لو كان اين راك ديج كان دوين كان فرا اتزكيت اثن يخص شي طوح اللي كتشي لازم تعلمت شحال التجنيت يعني تزواره نصب نزمور خمسة او سوق يعني نيني غير 6 غير ما 6 قنطار و50 اسنيني يعني 6 قنطار و50 ما اللي جنا ديون اكثر من 6 قنطار و50 اثن يعني تطفيث الزكاه وهذه زكي يعني العشور هذه قسم على 10 9 مور ناس نياوي يون مور ثير في الفقراء والمساكين واكيك النغثور يفغى في السفغ الزيت ولكن هذه زر فوز مور شحال يدي جنا تزواره مثلا جنا 100 قنطار المعنى ينس هذه زكي ازال 10 قنطارا اين يد السفغ عند الزيت الغله كل سكاس ونعلم راه ثيك ولا قنطار ديفك سنه 3 لتر ثيك ولا ديفك 8 ثيك ولا ديفك 10 على حسب وكن ديفك ربي يعني على حسب وكن ديفك ربي يعني الغله فاذا انت هذه قدر يا كان نصاب الزكاه فكني ثلا ذا زمور تزواره يعني ذا الكيل الميزان لا صدقه يدي قرن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسه او سوقين ما الا يسفغ الزيت
دي سوفغيت الزيت لازم هذه قدر داغن ازالي قدم باب المعنصر النية هذه النونس زيادة ما إلا غينيز ديفكا كان يقسمت على عشرة يخص التسعة عشرة تقويني قدم إما إن خشتي زمرين إتناعتم سويت أنت أشمور اللي في الأسوي وي زكاة الزرع والثمار الشيخ ودي هذي راه الشرعة أو في أي سويت أنت سويت أنت ينقشيت أنت سويت أنت ما إلي سويت أنت دايما يزمر هذي زكي ينقشيت أنت يزمر حوايج أنت خاطر في الشراع يهضر في السقي 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 يعمل بومان الامان يعني يحوج مازوط يزمر حال يحوج سير لعيونات يحوج دياوي كواسي فدي تسادي تحمل امان في مركب حشاكم الى اخره الشراع يهضر في العثاب السقي ثورة ما اللي تنعتب ممكن الله أعلم أنقاش ألقام ألقام أنقاش وريك شماري كلا نشتهي قل عثاف هذا العالي لقد تدي نضاش نعم بصح ما اللي تنعتب يعني سويثنت في هذه الحالة يتسايا لك نصف العشر هذه قسم على عشرين هذه في كيون أمور عشرين يمور ما إلا العثاب كان ذا نقاش ذو زبر مثلا ذا لقم إلى آخره وهي هذه في يعني العشر أكي عفور بشيخ قلت ما ثنا شبح الجهه انا تمقرا ولا وتسير يتم دين نتور يتمور سينا فرنسا تهد تمسلها غير دافي الليس يضاس كبوكو راكني نادي ساي الليس الى عمري 16 سنه صغار الليس ثوري ثانويه كان وقتها كني دي سيدي اللبسه تشرعيث الحجاب ويانا تسوس الخيمة الفولارني لا يانا كني لا القانون اللي تمرتينا عندي هنا ممنوع هذا من سيسار سيتو الفولار ممنوع من راه داخل داخل اني كسان سيني ريليجيون اللي تقبل نهار ولكن ثقرا حتى تشكد فغيت بوث اللي سي ما ترس تور نورمال مي تقريني ضرانا كان السنقين قورا تسخني قضرانا كني وغار تلحوك فردان ترقي منت ولو كني سوفو لار كان تاوضن تيد داين وتوق فردان توقاذ في اللاس نعم كون تقيمي الحراقي تفضل تسوار قام تسوار أرواي النظام لأن هذا تاوضنا غير الخفارة ماشي فرنسا لكن الماريكان تضرى ويقيا لو إذا كي يتوان غانا فجل ويقيا إنك دمك حرام كاس خماري الليل أسيني أكس أسيني أج ند ماذا بيا يكون وايد يقول هنا غيد ينصحن وإن شاء الله دينا أغي السفرنا كل إن شاء الله على كل حال رب العالمين سبحانه وتعالى يفرض اللبسان يعني يقول من يثم الطوث تنسلم تكني يفرض يورجز ذا يعني اللبسان يقول من في الجني يعني محترم ورب سبحانه وتعالى ينزل القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني الخمار يفذري سيد رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن العظيم يفرضي ثقف ثلاوين ريلين وطنط يعني سن لحيث تساوين تر ماذا يعني قريب التمغارث يعني ثمغارث يزمر ذي خفيون في اللسكة فيثمسالت أن الفروض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا أيني كيوني ديوم رغيس أو الزيس يعني أيني مذزمر حتى ذي ربي سبحانه وتعالى القرآن قرد واتقوا الله ما استطعتم أجذث ربي سبحانه وتعالى الطعميث أرمان ذن دي كنت الصوت يعني تزمر النون لحدود الإمكان ترى شتائم كذا بلك إن شاء الله هتعدي سنين يعني اخشم مني غير غلاك والكذا وان يخشم واتقوا الله ما استطعتوا مرا ثف باللي يزاد يعني وين شتي تزمر شويه ادنيني يعني الفتويف كان حتى المجلس الاوروبي للافتاء يعني خير للعلماء في الفتويه باللي ثمطوسه تخفف شي الطحي قال لفسينس ماشي لازم تخمم الخمار اللي نومن يعني خدمت العالم الاسلامي تزمر يعني شابو نتاع تزمر تاع لابوني تزمر تاع مثلا البوندانا صفونار تقني تاكا غير دفير تلسل لبسه مثلا سيغوم من امقرطي سكين المهم تعال تساوي الميلان زاد في اللاس يعني الحالة لربما ثقاذ هذا توطغ الاعتداء تخدم الطاعة من اللبسة
الحدود هي يمكن يعني وتتبين لنا باللي فعلا انت هي تنسلم تنعير ما ان شاء الله تعدى الشده هي والله تعالى اعلى واعلم. ولكن باش استكست يعني غنشت النماطي حتى والله ربما كان محقق حسب مثلا التعديه ولا محقق الحفاظ على الحياه كان مكره الله غالب مش سيلفغيس. وتمثلنا فضيله نلقى راك طبت 45 سنه اذا اللي تفرد يعني الساعه 3 ورشه مقارن ديك السن الدريان سي 14 سنه تيري رواي ثماس تسقسينيك ما يجوز هي ادفغ ادخدمه خطر اين تسفري اين يتسعد المضره رواي ثماس يترن تقدشت تبونيش تكني قارنا غورنا تبونيش بويثمس معناها يعني الحواج شكي الحواج اذا ما قلت لك ليش يا ربي ما تعقيش انت ارنو وتعيش انت المذله المذله ولا المجتمع يعني الناس المذله السفلى هل تشرعيت يتجوز باللي اذفر ادو ادحلي سيماني وسدراو اي اي نعرف تورادي النصيحه غرد نفك الشيخ يعني سنه التميوي ثم ويثمس يقول لنا يعني سذلا وتمثسن أسنيني غقذت ربي سبحانه وتعالى ثرقاقيم يعني سيد وتمثوان سعاف اللون الحقوق ثورة ذا الرويس ماشي لازم يعني ذا الخير يتخدمه مع على كل حال الرويس قلنا كشمن قلنا فقان ببثسن مدام ثن برد نفقان ببثسن دين فقف اللسن ولكن وتمثوان ايا وسر نمر الهم الدنيا ذا الهم النون الواحد ذاك يعني المكتوب انه يقدر رب العالمين ولاش الخير الوحيد ورقازي السن برد ولكن وسر نثر السفلى ترم يعني تخدمت وتعيش تقدشت تقدشت كنا قارئ ما شي قلت ما تقدشت يسمى يطنين اسنيني غيسي ما الا صوفي تكب اللي يري في غرف لما نشتي فعلا زمرت تصفات تخدمت ولكن النصيحه غير مدنيني فغات خدمات ولكن حرص يوكنا تخدمت يون ومكان الا انداز ديال والمجتمع يوعار وحذر مانيع والديوار يعني تسرحت يعني الحرمه من غير الشرف ينام ذي اللبسه ينام ذي الشكل ينام تا يما تيثليت لابد ما لازم تسرت السر ذي القدر ذا غني يثروان من بعد يوكن يعني وتوعيرنا راه السيم فغات خدمات الخدمه رم مطفن يعني الشرف ينام واتيليت ان شاء الله يعني تحوريث ذقمانيم ولكن تحوريث يكسع عن المسؤوليه في ثلاثه الدريه ذا السمعه نسن. اكي عفو ربي الشيخ السويدي دون تمثلت التسويات ومن تسمينا مارياج بلون الزواج زوج الكذب انا ماشي بحال زوج امريكان واش يغلب واش امريكان بلون هذا ماشي الزواج مع الزواج الكذب سقساي انا باك بلون هناك هناك واقي ما الناس سقسي بالك يوقع هذاك ديجا هناك شو الحكم ينس خاطر سينا دي مسفاهمين مورتينا خذ مالك هو هذاك الشيء ود خلصيه لورو سلسله لورو ومن بعد روح عشان الحكم شو تقار الشرايط يزوج جمعي يزوج راه زواج جمعي وسنتسميها راه حتى الزواج يعني سنتسميها لانه حتى ولو كان ظلافير حتى ولو كان الا الزواج كي يعني قلك غط خاطر البلديه يسمى ناس المارياج كي حتى ولو هذني ذي العقد ولكن العقد ديال الاسلام عقد يعني فاصل فاسد وباطل حتى قوم تلاقي الناد شوف الناد وتزر ويتزر انا اخذ مكان نروح الشبهه قال لنا الزيس اولا انه زواج المتعه الشيخ وزواج المتعه يحرم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم شو زواج المتعه يعني الزواج لمده ويفان باللي مثلا نخدم العقد لمده سكاس عامين ثلاث سنين ومن بعد نروح زعما نمسبرو فاذا ويتمنزو ثلاث سنات انه يخدع السلطات يصرح الكذب وشهاده زور تكشم لي شهاده زور وشهاده زور نهضرت في الله يعني وتكل تاع عدان باللي خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم تيس ثلاثه الذنوب مقرني الاسلام ذفرن الشرك الواحد تمقرط يعني بغير حق. وزيس نوع من يعني نقض العهد وإذا كي يستقبل المبارك يثمر ثنسان إلى آخره فنقضت العهد يعني من هو ينقضني العهد ذا المنافق وإذا عاهد غدر
ينقض العهد مني يقول لنا جرسد الوحيد ذا السلطات مثلا سواء بلد خاصة البلاد الأوروبية يخدمني يعني غنشتيا يدان سلخيانا يدان سلخذا حتى وين راك يخونا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأك ولا تخون من خانك الرتدي وين راك دون الصدق أكياما يعني تمثلت النية فإذا نشتي يبان باللي يعني ذي الخيانة يبان باللي خلف الشرع رب العالمين سبحانه وتعالى ويبان باللي خطر زواج متعة ويبان باللي الإذري من النية غارث بض تك النية أولا أتويت الحاجة وتستاهلت تسارة تسنت تحسب ذا الرشوة الشيخ ذا الرشوة علي ذا الرشوة تجعلت تي تجعل تسويت الحاجة سي سورديا سلق أستك تلقاه ويث مطوط النيام مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما وين إزدي عن الله فير تمطوط النيام ذن الثاني هيك كان يبغى ندخل على المريا جابلون خدام اللي ويد سلوخ بارناغون علي مرا المهم ويا ذا الرشوة فإذا إن شاء الله أي ما لن تثبو ريطنين ما إلا تبغيت يعني تسويت لك وغط أنا حوس الرزقي بطريقة أخرى عطاك الصحة الشيخ سيدي سدونك مثلا سمير دينا غورك هاكويا ندز غير زوج يفقايت ثمناطينا مفقايت يسقساي انك طقف انت تصل فتاوي تاكراكي وكان يتمسلين الشرعي تعطاسك انات يعني دار ديك الصحة حتى الائمة كي خدمنا الدولة سي كان مشواركي فحر من ارطالكي لونساج مع الكناك حرمت ولو يتوكس لانتيريني تو غادي الدوله يتقام يقامسيس نيك خاطر اشي ميا لاصليس اورطالميا يزاد بعد كسيد الدوله يقيمتي جدا في لاصليس يعني تمثلت سوزاليس انا ماشي والله كي نعم والله غير سوزاليس والله والله واذا كي شديد انا كان يعني في المؤمنين يقول لنقل حرس مساكيت يعني بشوي ونادي روح هذيك من لونسجنا الكناكنا خاصه الكناكيه رمي عدي وني 35 سنه 35 لماذا 50 يعني ورس عيره قديم ورس عيل مدخول وذروا الناس بالله انت بورس ستين انت شرعيت سنين يعني لو كان نتي اللي تخدم مثل الخير فيك ما تكون ويا ما نحاول نحوس مثل الخدمه نحاسون ايه بركات سعي موراثي خدمه كذا الى اخره حوستاس دار طلطاس اسف كل شهر شهرين كل شهر سبحان ايه اس كل وقت الاماميه اس عند ولكن احسن والله سيدي ما يبغي يسدي وكذا احسن غير سنديه في الحل احسن غير سنديه في الحل فاذا يعني الحمد لله انه كثير من المشايخ الجزائر سواء يعني المجلس الاسلامي الاعلى المجلس العلمي الوطني المجلس العلمي الوطني يعني المعروف يعني بن حنفيه مثلا الشيخ طاري تعلجت محمد طاري تعلجت الشيخ محمد شريف قاهر يعني بحثنا المساله وجاوبنا والطمانينه هذا ننقل الفتوى سن ونكني مطمئنين ان شاء الله يعني انه نشتهي الحلال ماشي من باب الضرورة نقارت من باب الضرورة قبل هذه أتوكس الفايدة ولكن ترى يغلد الحلال حلال زلال بلال نقارن طيب ولاش طيب إن شاء الله ولا شكل زيس يعني كرنا تقذي إيوا شو لأنه أين راه يدفك يعني البنك البنكة ذينا رسترط ومع أشياء شو غرت أرث حوصت لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسوقكم الدولة تكسد الجيبية الرد غير الجيبية تكسد السلطة يثويثي دغ السلطة البنوكية إذا قلنا الدولة غناغ فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني وإن كان لربما أودن تشبيهها من باب تشبيهها أنه أدنين الدولية تقابلين أين نهضر في النبي صلى الله عليه وسلم لا الرسول عليه الصلاة والسلام يرتلض في فوذين يرتلض شخص العلم من المهم مع مالديسن يرتلض ويموت ودرعه مرهونة عند يهودي واليهود 100% لن توسن بوغارسن بوغارسن خدمن الربا خدمن الربا هل يا ترى نشتي منع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مع مالديسن ودرتل ما دام انه يرطل هذه الرزله راه يرطل يرطل كني ولاش زي سكه يعني انا نتشويش فاذا تسيد المساله عدي مانيش امر طليدي وين النبي صلى الله عليه وسلم السلطات يا رسنت كسن دي الساس نقل نغر ذا نحقا خلصني خدام نحقا هذه الخدمات نحقا هذه دور الاقتصاد واش دخلك يعني جانشتاي مره يعني انشتايت نجي الخبراء والمختصين ولكن اين كيعني عند العقد ينكتشي فقط يا راك دلونساج يعني الهيئيين البنكاين الحصون
فكايك 500 مليون استرت 500 مليون افرح، فكايك دا مليار استرت مليار افرح، ورتحوس راه غنفير وانشتايا وانشتاي كلي يعني تافوناس تني خاطر تافوناس تني سيدنا موسى سيدنا موسى سبحان شوينا غدا كا تعقدنا مش نعقد ربي تمثال سيدنا موسى غينا غدا مجيتي سيدنا موسى ذا شو الزيكاس سيدنا موسى اثن ترويه غنوفير كل بريد يتشدي تشبه البقر علينا تشبه البقر علينا فاذا تسي مادام تفصل المساله الحمد لله هاي نركيد في كنارس انترات روح على بركة الله أتصد طيميك دي من غيرك الله يعني أنا مش عليهم سوى السقسي وقيدي فتونك ويقارنك تجار ناطيك صحة 100% صحة 100% ويش يتكشمنك إلا ويتكشمن إلا إلا يتكشمن سوى إن سوى خلص وتخدم دارا سبحان الله يعني سوى إن يخلطنك سور دي نجيدي بارك الله فيك حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهضر دا فيه ونزل نغب عنا يهضر فيه ونزل في آخر الأمة يعني آخر الزمان في الأمة ينسي ند من لم تصيبه الربا لم يسلم من لفيحها من 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 دخانها المهم المعنى الحديث يعني وين ورث صبر الربا تشمث تغمسي تدخليس وريزميره راس يروي الريحينس سبحان الله طلع غزك قلت مثلا حوريا دائما يفقيت الشيخ دائما نقرا يفقيت الصفاري ولا نفقيت نيك سايوس جارت ثرود واحدة سكوسي كيدورو ثوره ثرفت سادس يزيد دوس قص كم تدس نظام ولكن نتفغر تكمل تدس لقيني أذن تحبير تخميم السادة الثالثة أضغط تدس لقيني جامع باش تخدم تباعد الولادة عشان تسبعد قر ثرة وتطير يعني هناك الحملة قي مع العلم الحملة قي جديد يسعى 45 يوم شهر ونص وقيد 45 يوم هل هو يجي يزمر هذا يضر هو يجي بلا ما يضر الحرام اللي اقطع مقلا مقلا شيخ القاعده هذا شي تقار تقارد باللي الاجهاض يجوز قدين اسماري لي الخطر يعني لا الخطوره نقاد في الصحه انت يمات نعم تسيد القاعده وما شري لند الاجهاض تنيني كل حرمي الشرع عن سيدي رب العالمين سبحانه وتعالى ومن باب يعني يخشم تقريبا يقتل النفس خاصة مريلي قل شهور ينقورة يعني مريلي عدي ربع شهور ناكرة وإن كان ذا الحرام ذا غن حتى قبل الربع شهور ميد قارنا 45 يوم ما كنا قارنا ما زعما ما كنا وريوثورين في خارج يصروا وحدنا كذا لا وإنما مشروع إنسان بارك الله فيك إلا نقول إيكاث الطبيب يزمر في ديوالي في ديوالي تورث نفس الروح النين السماوية هذيك حاجة واحدة أخرى قيمة مسألة العباد ما إلا بغانا نخدم التباعد الولادات الشرع يمكن أسنا نشتيا لنت الوسائل القديمة الصحابة قرن كنا نعزل والقرآن ينزل يعني ورينهارا ربي سبحانه وتعالى فنشتي باللي ونور بغارة يسعد الدريا لمدة معينة ثورا لنت الوسائل العصر زيك النيذ العزل ثورا لنت الحبوب لنت تشكات الاستيريلين إلا أو ثوق عارة ينشتيا ولكن ما يتمكن الحمل خلاص أنا رضوص القضاء رب العالمين سبحانه وتعالى وأن قبل فنطشت ربي يهابو يهابو ذي الهيبة سيدي ربي والولاد يهابو كأي ربي في كأي خيد الهيبة كشستين تلا هذا تذكر الهيبة سيدي ربي يهابو لمن يشاء إناثا ويهابو لمن يشاء ويجعل من يشاء عقيم يهابو من يشاء إناثا ويهابو من يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما مقل وإذا كان لي حرم رب العالمين سبحانه وتعالى النعمين الخلفة ورسعين ردريا لو كان في لتحمد ربي سبحانه وتعالى تحوش تسمعين تحوش التواصل الوحيد الطبيبي ما أي نعم معليش وخاصة أنه اللي ما غرس قري أسجاس أكيد إذا نفهم يعني أسجاس الله يبارك يعني تسع عامين الوحيد الطوفان نرى إيه إن شاء الله وتسيلي ثمعين على كل حال ولكن مشيت تسيد السبان يوكن يعني أتغط المشروعيين تنفسي في خلق ربي سبحانه وتعالى قعبوطي بلك ذا قشيش ما خاصك ممكن يتموذن عمل الرئيس نحل من حمل الله فإذا تمثلتين الإجهاض دعوة غشيخ حاشا مذين الطبيب يحكم باللي ثل الخطورة أفضم الطوث جثاذي استنية أن الله غالب الضرورة ارتكاب أخف
الضررين دا شو المعنى اخر في الضرر مثلا ريسين باش تمت ثناري سنين ما الا ثموث مطوثني زعما الحاله هذا مثني سنين على كل حال ففي هذه الحاله انا ارتكب الضرر الاخف مضطرين امون في غوارة مكرهين وهذه قيم الاصل انضحي الفرع وهذه قيم الاصل تصمطوث النيا الا موجوده ماشي ممكنه الحياه ولكن يعني موجوده في الحياه والله تعالى اعلم الشيخ بارك فيك يا شيخ الوجبه كما انا غير صراحه اذوي نقيا وان شاء الله تعطي الضد وغلط ما تكون مثلا قفرنسا لنوفي دائما نسمك في الادريس الايميل تشرعيت اروباس ان تي في بوينت دي زد ان مليون انوفا اديت دون بقاو على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته